الله يعطيك العافية الجميع. اليوم راح نكمل أمثلة في موضوع الديكودرز. آخر محاضرة كان في هذا الموضوع، حكينا عن أو سوينا implementation لسيركت in midterms، مرة باستخدام 3x8 high active decoder، ومرة باستخدام 3x8 low active decoder، ومثلناها بالمينتيرم وكان عبارة عن one function. هذا المثال الإشي الجديد فيه إنه في عندي two functions as combinational circuit. إحنا أخذنا إنه combinational circuit إنه بيكون له أكثر من output، وبالتالي في هاي combinational circuit في عندي F1 وعندي إيش F2. فبحكي لي السؤال implement the following combinational circuit in product of sum، وبالتالي هو بدي أنا نطلع له إيش max terms عشان أقدر أمثلها على الديكودر. المثال الأسبق أو السابق كان عبارة عن المينتيرز أو sum of product. المرة إن product of sum أي نقطة، النقطة الثانية له two functions وليس one function. ففي عندي F1 وعندي F2، بدي أنا أمثلها product of sum، مرة باستخدام 3x8 low active decoder ومرة باستخدام 3x8 high active decoder. وحكينا إنه الماك ستير أعطيناكم رول باستخدام low active decoder نعطيها إيش and، مظبوط ولا لا؟ و low active بالhigh أو max ستير بالhigh active decoder راح تكون عبارة عن إيش؟ عن نور، صح ولا لا؟ طيب الآن المعطى لي في السؤال عن two functions، معطيني السيجما، معطيني الانبوتس اللي بتمثل لي المين تيرمز، لكن المطلوب مين؟ product of sum، وبالتالي راح أطلع الأرقام المتبقية، ومعطيني صيغة ال F2 as boolean expression in sum of product، وبالتالي أنا بدي أطلع ال product of sum أو أطلع الأرقام تبعتها. طبعا في لها أكثر من طريقة، إما بتطلع الأرقام من هون مباشرة وتأخذ ما تبقى، أو بتطلع له truth table وبالتالي بتشوف مين الانبوتس اللي بتعطيني زيرو عشان تأخذ الماكس تيرم F1 وF2. أوكي، قبل ما نبدأ نحل A و B راح يكون الحل كالتالي. مدام هو طالب product of sum بغض النظر عن نوع الديكودر، بدي اطلع الانبوتس اللي بتعطيني اوتبوت ايش؟ زيرو، قبل ما ابدا بحل فرع A او ابدا بحل فرع B. فباجي بحكي له الان F1 ل A و B و C equal by لمين؟ شو الارقام المتبقية يعني؟ زيرو اللي هي زيرو و 2 و 5 و 7، صح؟ إذا طلعنا الانبوتس اللي بتعطيني الزيرو كونه هو طالب تمثيله بالبرودكت اوف سام. F2 ل A و B و C، أنت لك الخيار، إذا بتشوف التروث تيبل هو الأسهل لك، اتس اوكي. إذا واحد ثاني بقول لا أنا بقدر أطلعهم بشكل أسرع، بحيث إني باجي هون باجي بحكي الـ A والـ B قيمهم إيش؟ 1 1، الـ C مرة إيش؟ مرة 0 ومرة 1، الـ C مرة 0 ومرة 1، إذا هذول بيشكلوا لي أي أرقام؟ 1 1 0 1 1 1 اللي هما 6 و7. هذول اللي قاعد بطلعهم أنا تبعون مين؟ تبعون المين تيرمز، لأنه هذا سام أوف برودكت. هون الـ A برايم 0 والـ C برايم 0، الـ B مرة 0 ومرة 1، صح ولا لا؟ مرة 0 ومرة 1، إذا هاي الأرقام هي عبارة عن 0 إيش؟ 2. هون هذا الرقم هو عبارة عن إيش؟ 101، ما يلو أكثر من احتمال لأنه مش ناقص ولا لترال، إذا هذا عبارة عن إيش؟ عن 5. طبعاً هاي الطريقة أسرع من إنك أنت تكتب تروث تيبل، لكن إذا بتشوف حالك إنه ممكن تقع بالخطأ إنك تطلع الأرقام من هون، حط التروث تيبل وطلع متى الأوتبوت 1 كونه معطيك سام أوف برودكت وما تبقى 0. فإذا عرفنا الأرقام اللي هم 0 و 2 وإيش؟ وخمسة وستة وسبعة، صفر واثنين وخمسة وستة وسبعة. إذا هون بنحكي إنه F2 بناء على المعادلة اللي أعطاني إياها لـ A و B و C هي سيجما لمين؟ لـ
صفر واثنين وخمسة وستة وسبعة وهي تساوي باي لمين؟ اللي هما واحد وثلاث وأربعة. الآن أنا بقدر إني أمثلهم سواء فرع A أو فرع B اللي هو low active أو high active. طيب فرع A الآن طالب إيش في البداية؟ low active decoder 3/A low active decoder عندي D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 اوكي وعندي 3 inputs هون طبعا سواء سميتهم XYZ او ABC خلينا نسميهم ABC بناء على الاسماء الموجودة عندي في المعطى في البوليان فانكشن راح ناخذ line من مين؟ من الزيرو ومين؟ 2 و 5 و 7 هدول راح نحطهم على اي نوع من الجيت؟ الاند لانه لو اكتف لمين؟ للبرودكت اوف سم هذا عباره عن مين؟ عن اف 1 لانه حكينا اللو اكتف اذا انت بتطلع التروث تيبل تبع الديكودر لو اكتف ديكودر فعليا D0 D1 D2 الى D7 بتمثل لي كل احتمالات الماكس تيرمز احنا ما بدنا كل الاحتمالات احنا بدنا التيرمز اللي بتوافق ايش السيركت اللي هم D0 D2 D5 D7 هذا اللي شرحناه في اخر محاضرة. الان بالنسبة ل F2 هي عبارة عن ايش؟ عن 1 و3 و4 بنسحب لاين من 1 و3 وايش؟ و4 بنحطهم كمان على ايش؟ على ان وبالتالي هيك انت مثلت التو بوليان فانكشن از كومبينيشنال سيركت باستخدام لو اكتف. هسه قد يكون شيء مشترك يس قد يكون هناك شيء مشترك يعني ممكن يكون هون في عندي مش لازم يكون هون الارقام تختلف عن هون يعني ممكن يكون هون 5 وهون 5 بتسحب لاين من 5 وبتحطه على الان الثاني اوكي؟ طيب هذا بالنسبة لفرع A. فرع B إذا أنا بدي أمثلهم على نفس التو بوليان فانكشن بعد ما طلعنا مين الانبوتس اللي بتعطيني زيرو بناء على المعطى في السؤال بقدر أمثلهم على هاي أكتف زي ما هو طالب مني بس خلينا نعطي نفسنا مجال من هاي الناحية على أساس نقدر نرسم الجيتس. Three by eight high active decoder. أنا عندي D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. برضو هي product of sum وليس sum of product. ما حكى لي مثلا product of sum من low active sum product من high active. لا هو بده بالتنتين product of sum بالتالي راح اخذ نفس اللاينز اللي هم عباره عن 0 و 2 و 5 و 7 لكن نوع الجيت بيختلف لانه هذا هاي اكتف اذا هون اند للماكستير شو راح يصير ب بال بال بالهاي اكتف هي عباره عن ايش؟ لا مش اند هي عباره عن عبارة عن نو اوكي هذا بالنسبة لمين؟ لأف 1 و بالنسبة لأف 2 هي 1 و 3 و 4 برضو بحطه على نور جيت هاي أف 2 حكينا إذا بدك تتأكد احنا بنعرف انه الهاي أكتف انه واحدة منهم بتكون 1 والباقي ايش؟ 0 طبعا هون خلينا نكتب A B C نسميهم نفس الاسماء للفانكشنز اللي بدي امثلها فهون مثلا في حالة ال 1 مين بيطلع 1؟ D1 right؟ في حالة ال 1 بيطلع مين؟ D1 وين رايحة؟
على F2. One nor anything. No. Zero. وهي فعلا تعطيني زيرو. لكن الوان مش موجودة هون. الوان في F1 المفروض تعطيني إيش؟ One. صح؟ الوان بF1 كإنبوت لازم تعطيني Output إيش؟ One. وبالتالي هون لما تطلع D1 الباقي شو راح يكونوا؟ زيرو. زيرو نور زيرو نور زيرو نور زيرو نور زيرو. شو راح تكون؟ One. لأن زيرو نور زيرو بالأور تعطيني زيرو. إذا بالنقط أور وان. وبالتالي فعلا صحيح إنه الوان بأف تو وبعطيني زيرو والوان بأف وان بعطيني وان. هسا مثلا خذ التو الانبوت تو. الانبوت تو لما يكون في عندي هون زيرو وان زيرو راح تطلع باللو بالهاي اكتف ديكودر. الدي تو هي عبارة عن ايش؟ عن وان والباقي زيرو. الدي تو هي رايحة على F1 فالD2 one nor anything هي zero. وهذا اللي بعطيني إياه إحنا اللي طلعناه هون إنه input 2 بعطيني zero. لكن input 2 مش موجود في F2 وبالتالي مفروض input 2 يعطيني إيش بF2 one لأنه اللي بعطيني zero فقط one وthree وfour. فinput 2 فعليا هي مش مشبوك على مين؟ على F2. وبالتالي كل اللي رايح على F2 هي عبارة عن zeros صح؟ وزيرو نور زيرو نور زيرو زي ما حكينا قبل شوي هي عبارة عن 1. لكن لو أخذت نفس الانبوت على اللو اكتف ديكودر اللي هي 010 اللو اكتف بعطيني واحدة زيرو والباقي 1. وبالتالي راح تطلع D2 هي الزيرو. D2 هي الزيرو. D2 5 على F1 zero and anything هي زيرو. وهو صحيح لأنه 2 بعطيني F1 زيرو. لكن بF2 D2 هي حكينا زيرو لكن D2 مش رايح على F2 فاللي فايت على F2 هم كلهم إيش؟ كلهم ones لأنه هاي D2 كلهم one and one راح تطلع one. وهو صحيح لأنه فعليا الـ input 2 بF2 بعطيني one. اوكي طيب الان حكينا مسبقا انه بالديكودر في عندنا بارت ثالث سميناه الانيبل انبوت اذا بتتذكروا في اول محاضره او لما حكينا عن الكومبينيشنال سيركت اللي جوا الديكودر كيف بيكون تصميمه. حكينا من الداخل في عندي انيبل انبوت. هذا الانيبل لازم يكون من برا زيرو عشان تشتغل صح ولا لا؟ هذا ماذا بنستفيد منه؟ انتبه معي. بدنا نكتب الآن عنوان نحكي How to build 3x8 decoder by using two of 2x4 decoders. بمعنى انا اعطيتك سيركت او كومبينيشنال سيركت فيها 3 انبوت. اول ما اعطيك فيها 3 انبوت اول شيء بخطر في بالك هو ايش؟ 3x8 decoder. عندك المختبر فور اكزامبل فتحت هالدرج بدك تطلع اي سي 3x8 ما لقيت، لكن كل اللي موجود عندك 2x4. اوكي بقدر امثل السيركت اللي فيها 3 انبوت باستخدام 2x4 لكن مش وحده ثنتين. وبالتالي هون بقدر ابني 3x8 سواء لو اكتف او هاي اكتف ديكودر باستخدام ثنتين 2x4 ديكودرز. بمعنى هاي 2x4 وهاي 2x4 خلينا نحكي هاي اكتف فور اكزامبل ديكودر. هون عندي 2x4 هاي اكتف ديكودر. اوكي هاي اكتف. عندي هون D0 D1 D2 D3 هون نفس الشيء عندي D0 D1 D2 D3 عندي هون 2 inputs وهون عندي 2 inputs.
طيب في حالة مثلا X, Y, Z أو A, B, C فعليا على الهامش هون لما يكون في عندي X, Y, Z نرجعكم للتروث تيبل احنا بنحط الاحتمالات التالية اللي هي 0, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 بهاي الحالة رح نضطر نقسم التروث تيبل قسمين زي ما كنا نعمل بالسلكشن لاين لكن هون لما نبني 3 باي 8 باستخدام 2 2 باي 4 كيف بنيجي نحكي هذول التو انبوت هما واي وايش وزد هون نفس الانبوت هون نفس الانبوت الاي بنيجي نحكي عندي الاكس بنشبكها هون مباشره على الانيبل انبوت اوكي وتحت نحط لها انفرتر او النات ونحطها على الانبوت الثاني اللي هو للانيبل انبوت في الديكودر الثاني كيف اللي بصير لما نحكي عن البارت الاول فعليا 0 0 0 و 0 0 1 و 0 1 0 و 0 1 1 فعليا الديكودر اللي فوق هو ايش اللي بيشتغل لانه هون لما يكون 0 0 هون راح يكون ايش 0 0 لما يكون هون 0 1 راح يكون هون كمان ايش 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 طيب كيف بدك تخلي هذا الديكودر اللي يعطيك يونيك اوتبوت لاين والثاني ما يعطيك يونيك اوتبوت لاين اوكي بنيجي نحكي انه الاكس لما يكون 0 فعليا مين بتشتغل اللي فوق ليش لما يكون 0 فايت على هاي 0 وهون شو راح تكون فايتر 1 اذا احنا بنحكي عن البارت اللي فوق نفس الشيء لو اجينا نحكي انه هاي عباره عن 1 اللي فايت على الاولى 1 وبالتالي ما راح تشتغل لكن على الثانيه 1 انفرتر شو راح تكون فايتر اذا بيشتغل البارت اللي تحت وبالتالي لو بدي امثل هذا الحكي اللي هو هون اسف على الهاي اكتف تمام نفس الحل اللي هون راح اخذ من هون دي 0 وايش كان و2 صح و5 و7 مين 5 هاي اللي تحت بعتبرها ايش 4 الدي 0 اللي تحت بعتبرها ايش 4 لانه فعليا هاي ما راح تشتغل الا لما تكون الاكس 1 1 0 0 هي 4 تمام وهاي اللي هي 5 وهاي 6 وهاي 7 وبالتالي انت في حاله 0 0 0 1 1 0 1 1 مع ال1 صارت 4 5 6 7 صح ولا لا وبالتالي هون الدي 1 اللي تحت هي اعتبرناها 5 اللي هي نفس الانبوت الموجود هناك ومين والدي 3 اللي تحت اللي هي 7 شو كانوا فايتات عندي هناك على نور مضبوط ولا لا اللي هي الهاي اكتف هاي سميناها اف 1 وكانت الثانيه اللي هي 1 و 3 و 4 هاي 1 هاي 3 مين ال 4 اللي هي الدي 0 اللي تحت وبالتالي الحل اللي هون هو نفس الحل اللي هون لكن هون باستخدام 3 باي 8 لكن هون ما لقينا 3 باي 8 فبنينا 3 باي 8 باستخدام ايش ثنتين 2 باي 4 ديكودر واضح واحد ثاني بيسأل يعني بقدر ابني 4 باي 16 ديكودر باستخدام ثنتين 3 باي 8 يس لو كان عندي سيركت فيها 4 انبوتس زي WXYZ او ABCD وما عندي 4 by 16 هل بقدر وعندي 3 by 8 decoder هل بقدر ابني 4 by 16 باستخدام 10 3 by 8 yes بنفس الاسلوب ال W هي بتكون ال enable input او ال A وال BCD او ال XYZ هم ال input لل 10 10 اوكي طيب اخر مثال لمحاضره اليوم لو ادينا حكينا for example implement the full adder circuit and min terms by using
3 by 8 low active decoder. احنا بنعرف انه الفول ادر هي عبارة عن ايش؟ لا اوكي، بس الفول ادر شو بتعمل؟ تعطيني سم وكاري ل 3 بيتس ان باينري سيستم. اذا في عندي 2 اوتبوت زي اف 1 واف 2، لكن هون سميناهم بدل اف 1 واف 2 سم وكاري، صح ولا لا؟ وبالتالي اذا انت مش حافظهم السم والكاري راح تضطر تحط التروث تيبل وتطلع ايش؟ السم والكاري. يعني بمعنى انا نسيت مثلا متى الاوتبوت 1 للسم ومتى الاوتبوت 1 او 0 للكاري. فعندي هنا الاحتمالات كانت 0 1 2 3 4 5 6 7. فعندي الصم كانت في حالة الزيرو زيرو، في حالة الوان وان، في حالة التو وان، في حالة مين؟ الثري زيرو لأنه كان في عندي هون إيش؟ كاري، طبعاً هون زيرو زيرو زيرو، في حالة الفور وان والكاري زيرو، في حالة الفايف زيرو والكاري وان، في حالة السكس زيرو والكاري وان، في حالة السبن وان وان. الآن نيجي نحكي صم لـ X و Y و Z، كونه هو طالب إيش؟ المين تيرمز. اذا بطلع الانبوتس اللي بتعطيني 1، فصار لها اكس واي زد هي 1 و2 و4 و7، صح ولا لا؟ 1 و2 و4 و7، وعندي الكاري ل اكس واي وزد هي سيجما لمين؟ ل 3 و5 و6 و7. 3 و5 و6 و7. ايش المطلوب؟ المطلوب انه هدول التو اوتبوت امثلهم على 3 باي 8 لو اكتف ديكودر، اي 3 باي 8 لو اكتف ديكودر. عندي هنا دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي 7. هنا X, Y, و Z. راح اسحب لاين لمين؟ لل 1 2 4 7. شنو عندي؟ من تيرمز على لو اكتف، شنو عندي؟ نوع الجيت كانت بالهاي اكتف ايش؟ اور. شو علاقتها مع مين الاور؟ بالنان. وبالتالي هون راح تكون عباره عن ايش؟ عنان. هذا بعطيني السم والكاري اللي هي 3 و5 و6، وبنسحب لاين من 7 اللي هو مشترك بينهم، برضو بنحطهم على نان، هذا بنسميه الكاري. اوكي، وبالتالي هيك احنا صممنا سيركت اوريدي موجوده. وبالتالي انا ممكن اسالك عن سيركت اوريدي موجوده زي فول ادر هاف ادر، بتمثلها باستخدام ديكودر، او اعطيك سيركت في الشكل اللي اعطيتك اياه قبل شوي. اوكي، واحده معادله واحده كذا، او ممكن اعطيك رسمه، ممكن اعطيك لوجيك دايجرام، ممكن اعطيك ملتيبلكسر. انا جبت لكم سؤال انه اعطيتك ملتيبلكسر وقلت لك اكتب لي ايش؟ البولين اكسبريشن، صح؟ مضبوط ولا لا؟ طيب اذا طلعت البولين اكسبريشن بقدر امثله على ديكودر ولا لا؟ مش قبل شو اعطيتك بولين اكسبريشن؟ وبالتالي اذا طلعت، وبالتالي ممكن اعطيك ملتيبلكسر سيركت وهي تمثل لي اياها على ديكودر. ضل علينا تقريبا مثالين او مثال في المحاضره القادمه ان شاء الله، وننهي الديكودر. الله يعطيكم العافيه.